قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها كذلك بتكبيرة الإحرام لزمته وما يجمع إليها. امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بخمس دقائق مثلا، قال تلزمها صلاة العصر، تلزمها صلاة العصر. قال طيب العصر تجمع مع الظهر في السفر في الخوف في المرض في هذا؟ قال نعم، والظهر أيضا. واضح؟ لأنها صارت مكلفة قبل خروج الوقت، تصليها تلزمها، وتلزمها الصلاة التي تجمع فيها. ما الصلاة التي تجمع؟ الظهر معه العصر والمغرب معه الفجر، لا تجمع مع صلاة. إذن لو أدركت قبل طلوع الشمس ماذا يلزمها؟ الفجر فقط. لا، قبل طلوع الشمس، قبل الشروق ماذا يلزمها؟ الفجر فقط. لكن قبل الغروب الظهر والعصر، قبل الفجر الصادق المغرب والعشاء. إذا زال حيضها أو زال جنونه أو بلغ، افرض صغير بلغ قبل غروب الشمس بدقائق، طيب قال تلزمه الظهر والعصر. واضح إن شاء الله تعالى. صار مكلفا فلزمته الظهر والعصر. والقول الثاني وهو في المذهب أحمد أيضا وهو قول الجمهور، لأن هذا من مفردات المذهب، أنه لا تلزمه إلا العصر فقط، أو لا تلزمه إلا العشاء، لا تلزمه المجموعة إليها، لأن حال الجمع هذه حالة خاصة. قالوا فلا تلزمه إلا العصر أو لا تلزمه إلا العشاء، وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.